السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيها المواطنون أيها المواطنات، الجماعة كتسمعوا، المقبرة راه غادي تكمل، راه ما بقاش بزاف. أنا لداخل بقاو شي أربعة الناس ولا خمسة غادي نتناقلوا للجهة الأخرى، ودابا راني خدام أنا هنا لله، واللي كيعطي شي حاجة بسبيل الله. أنا ما كنقول حتى لشي واحد، والناس راهم كيتمشاو كيقولوا للناس راه كيتشرط، راه كيطلب 70 يطلب 80. أنا ما كنطلب لا 70 لا 80، أنا اللي عطاني شي كنقول بسم الله. البني واخا إلا بنيت كنطلب كنشرط، نقول لهم عطوني خدا كنجيب السلعة ديالي، أنا نخدم من راسي. ولاني الحفير راني ما كنشرطش، راه عندي 21 عام عمري هدرت مع شي واحد. والمقبرة اللي لداخل بقاو شي خمسة الناس ولا ستة غادي نتناقلوا للجهة الفوقانية. مساكين اللي ما عندهمش فقراء راني ما كنتخلصش منهم، وراني قلتها بالفقيه ما كنتخلصش منهم. والناس اللي عندهم ما كنقول لهمش، الا شي واحد قلت له اعطيني قدا يجي يواجهني. وهذه المقبره القديمه اللي رحنا كندفنوا فيها اللي كنا دابا 6 سنوات، راه بقاو شي 5 الناس ولا 4 الناس، وغادي نتنقلوا للجهه الفوقانيه. والسلام عليكم. وعليكم السلام.